طبعا انني كنت خلال 15 وكذلك 16 شهر السنة الماضية في مركز مكافحة الإرهاب الأوروبية، وإنني كنت أواجه النظام الإيراني كإرهاب الحكومي، وإن أنا أتذكر في ثمانينات شهر ثمانينات القرن الماضي، حيث نظم النظام الإيراني مجموعة من الأرهام الإرهابية في فرنسا. وإنني أريد أن أشير إلى دور النظام الإيراني للعمليات الإرهابية التي تبناها النظام الإيراني في الثمانينات في لبنان وفي فرنسا ضد المواطنين الإيرانيين وضد والأشخاص الذين قتلوا، وكذلك ضد المشاة البحر الأمريكي في لبنان. ولذلك نحن نواجه بأنه منظمات الإرهابية وفصائل الإرهابية الأخرى قام باختطاف واحتجاز رهائن فرنسية، وثم في 1995 و1996 هناك 12 عملية تفجير التي راح ضحياتها أكثر من 40. نحن لا نريد أن نغيف أن نشرح تلك الأحداث من أعوام سابقة، بل الهدف هو نريد أن نقول كيف كان أعيننا كانت مسدودة، وكانت الأعين معصومة لمشاهدة. وكذلك كان هناك سياسة فرنسا تجاه الحرب العراقية الإيرانية آنذاك، وكذلك كنا نحتزن المعارض الإيراني في باريس. وكذلك وبدأنا منذ ذاك الوقت نواجه العمليات الإرهابية التي وطبعا أن سفارات النظام الإيراني لم تعترف كيف أنها كانت تقف وراء كل هذه العمليات الإرهابية. كانت تقول وكالة كانت تقول سفارات النظام الإيرانية بأنه لدينا بعض المعلومات عما يحدث في بيروت وفي كانت طبعا النظام الإيراني كان يقول إذا أنتم قمتم بذلك بهذا وهذاك طبعا سيكون هناك احتمال لحلحلة المشكلة، بمعنى أن النظام الإيراني كان مرتبط بهذه العمليات بصورة غير مباشرة. وفي 1996 شافور بختيار كان قد قتل في باريس. وكما لدينا شواهد مؤكدة في 1980 وكان أنيس نقاش ضالعا والذي قام بقتل وشارك في قتل شعبوب اختيار بفتوى من قبل خميني. وكذلك استمرت هذه العمليات من قبل مخابرات النظام الإيراني، وطبعا
استمرت العمليات، وكذلك النشاطات الإرهابية والنشاطات وأنهم قاموا أيضا بقتل عبد الرحمن قاسملو في فيينا، وكذلك تفجير أمبيا في بوينس آيرس، وقبل ذلك طبعا كانت هناك مركز آخر لليهود في أرجنتين. وفلذلك نحن نرى بأن العمليات الإرهابية ليست حالة تأتي من قبل الصدفة، بل إنها هي عملية مدبرة من قبل الأجهزة والأدوات التي تم تشكيلها وبناؤها أساسا لمثل هذه العمليات الإرهابية. أنا أقول بأن سياسات الخارجية والعلاقات الخارجية لابد أن تأخذ هذه الأمور وهذه الحقائق بنظر الاعتبار. ونحن شاهدنا مثلا قبل يومين كيف هاجمت الشرطة الفرنسية مركز الزهرة العائدة للنظام الإيراني في فرنسا في باريس. لذلك نريد أن نقول بأن الجهاز الرئيسي أو الأداة الرئيسية للنظام الإيراني في تمرير سياساتها هي الإرهاب. ونحن نرى بأن النظام الإيراني أيضا يمرر خطواته وخطته الإرهابية من خلال بعض الفصائل النعابية كحزب الله اللبناني في أوروبا وفي فرنسا. والنظام الإيراني طبعا يستفيد من هذه الخطمات. ولذلك أريد أن أقول بأن السياسة المسايرة والمهادنة لا تشكل حلا لمكافحة إرهاب نظام الإيراني. ومنذ اغتيال شافور باختيار وحتى الآن نحن قبل سنتين شاهدنا بإطلاق سراح المتهم في هذه العملية، ثم شاهدنا خطة هذا النظام لتفجير في البند. وشكرا جزيلا لكم.